الفنان المغربي اللي مازال هو اصلا كيرغب باش انه يفوت في مهرجانات، والفنان المغربي اللي ما كيتجاوز واحد القدر معين يعني في الثمن ديالو في مهرجانات كيكون بسيط. كاين الفنان اللي كيقول لك انا عالمي هو كيشد يلاه جد المليون في مهرجان. فارس احلامي لا ما يبغيش العمل ديالي والدومين ديالي حتى ناديه ما عنده ما يدير بها. هايدي حال الدني ناس بتجي وبتروح، انا ما بجرح حدا قلبي انا المجروح. برنامج طفخ فيه ياتيكم كل سبت الساعه 7 مساء على زوم 7.